في مديرية الوازعية بتعز بدأ الناس لحظة الحصاد الزراعي مطلع نوفمبر الجاري بعد أشهر من العناية بالزرع بأمل الحصول على المنتوج، لكنه حصاد يمر أحيانا كثيرة بمراحل عصيبة. بالنسبة للبذور الحراثات الصاع يعني 10,000 ريال تقريبا في الوازعية، البذور برضو قلة المياه، الآبار يعني المضخات، عدة أشياء يواجهها المزارع في الوازعية من صعوبات. شحة المياه أخي على أكثر الأوقات الأمطار يعني زي ما كثرة السيول وتدفق السيول بكثرة ولا حاجة، يعني يكون زيادة زراعة عندنا، زيادة أرض يعني زيادة الأرض تزرع أكثر، ولما يكون ما فيش مطر يكون يعني عندنا الأرض تنبت خفيف. وبعدين هنا في المناطق هذه يعني المقاربة للحدود الجنوب يكون الآن يعني الناس خافوا كذا من بداية، في كان يعني الغام وفي حاجات كذا من المشاكل هذه والحروب اللي وقعت وهذا، ما عاد زرعوش الناس والبتالة كان يعني ما تدخلش الأرض خايفين من الغام والحاجات هذه. يعتمد المزارع هنا على ذاته دون لفتة من أحد أو مساعدة من أي جهة، وهو الأمر الذي زاد من تراجع وإهمال العمل الزراعي بسبب الفقر وشحة الإمكانات لدى الغالبية. الزراعة الوازعية هي تعتمد أولا على مياه الأمطار، أحيانا تكون هذه الأمطار أمطار نادرة في المواسم، موسم الصيف، وسبب شحة المياه هذا مشكلة. والسبب الثاني يعني في المشتقات أو الوقود، هذا يتعذر أصحاب الحراثات وإنه غلاء الديزل والقطع وقطع الغيار وكذا، فارتفع يعني إيجار التليم أو كذا الحراثة. يحتاج المزارعون لاهتمام يسهم في حل كثير من المعضلات التي تواجه هذا القطاع، والتخفيف من التوجه لزراعة القات التي بدأ البعض يتجه لها هنا بغية تحقيق مردود مالي أفضل.